نبدأ ساعتنا الأولى من الحرة الليلة من تهديد العراق بقطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد إذا تم الاعتداء على الرموز الدينية مجددا على أراضيها وعن حرق العلم العراقي. في تصعيد يأتي بعيد إحراق السفارة السويدية في بغداد خلال تظاهرة جرت احتجاجا على عزم ناشط إحراق نسخة من المصحف في ستوكهولم، فيما كانت السويد استدعت القائمة بالأعمال العراقي في ستوكهولم إثر إحراق سفارتها في بغداد خلال تظاهرة جرت فجر الخميس احتجاجا على تجمع مقرر في السويد، يعتزم إذا منظمه إحراق نسخة المصحف. فإلى ما ستفضي الأزمة بين الدول الإسلامية والسويد؟ وهل ستحذو الدول العربية والإسلامية حذو بغداد؟ وهل ستتوسع ردود الفعل الشعبية الغاضبة في دول إسلامية أخرى؟ وهل تفضي موجات الغضب التي تثيرها مثل هذه الحوادث إلى تعديل في النصوص القانونية التي تسمح اليوم بالمساس بالرموز والمقدسات الدينية؟ توجيه بسحب القائم بالأعمال العراقي من ستوكهولم ومطالبة السفيرة السويدية بمغادرة الأراضي العراقية، رد فعل حكومي على سماح السويد بحرق القرآن وعلم العراق من قبل نفس اللاجئ العراقي الذي أقدم على حرق المصحف قبل أسابيع. الرد الحكومي جاء عقب ساعات من اقتحام أنصار التيار الصدري لمقر السفارة السويدية في بغداد وإضرام النيران فيها. وبين الحرق والإجراءات الحكومية، طالب مراقبون باعتماد الطرق الدبلوماسية وعدم اللجوء إلى العنف كرد على عمليات حرق المصحف. بالتأكيد تجاوز على السفارة السويدية أمر ليس بحكومي، وإنما هو انطباع جماهيري وعاطفي، ومن المفترض أن لا يكون هناك تجاوز على السفارات والبعثات الدبلوماسية، ويجب أن يكون الجواب دبلوماسي. تهديد بقطع العلاقات مع المملكة السويد، هذا هو أعتقد الجواب الأفضل. الحكومة العراقية أعلنت أيضا اعتقال 20 شخصا من المشاركين في حرق السفارة السويدية وإحالتهم إلى القضاء، بينما دانت بعثة الأمم المتحدة في العراق عملية حرق السفارة وأكدت على أن مكافحة خطاب الكراهية بالعنف لا يفيد أحدا. البعض من المدافعين عن عملية الحرق يرى بأنها رد فعل مبرر لتظاهرات ستستمر إذا ما استمر الاستفزاز حسب قولهم. للأسف الشديد هذه المرة الثانية التي تمنح فيها السلطات السويدية لشخص ربما هو لديه عقد نفسية يحاول للإساءة إلى أكثر من 2 مليار مسلم حول العالم، وبالتالي ظهرت تظاهرات كبيرة قوية في بغداد وربما في المحافظات، وستستمر هذه التظاهرات لحين وقف مثل هكذا استفزازات. وسط تصاعد الأحداث صدرت بيانات استنكار وإدانة لشخصيات سياسية على السماح بحرق المصحف، وأعلنت شخصيات وتحالفات سياسية عن تأييدها ومساندتها للقرارات الحكومية، فيما طالب نواب بمقاطعة البضائع السويدية واتخاذ خطوات تصعيدية للرد على السماح بحرق المصحف. توتر سياسي وشعبي جراء حرق المصحف الشريف، والصدريون يتأهبون لاحتجاجات قريبة من أجل الإفراج عن معتقليهم من المحتجين. أسعد الزلزلي، الحرة، بغداد. ولنقاش هذا الموضوع انضم إلينا من بغداد حسين عرب النائب في البرلمان العراقي، ومن ستوكهولم مايكل أرزنتي الصحفي والمحلل السياسي. مرحبا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ معك سيد عرب، هل نتحدث عن أزمة طرفاها العراق من جهة والسويد من جهة ثانية، أم نحن أمام حالة عامة العراق ليس إلا جزءا منها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وإلى ضيفك وإلى مشاهدين قناتك الكرام. بالتأكيد هنالك أزمة، أزمة طرفها المجتمع الإسلامي، العالم الإسلامي من طرف، والطرف الآخر طرف متطرف يحاول الاعتداء على معتقدات، ويحاول الاعتداء بشكل سافر وغير حضاري غير قانوني على معتقدات الآخرين. بالتأكيد هنالك مشاعر من المسلمين، من بعض الحكومات قد تتوجه إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع مملكة السويد. بالتأكيد هذا الإجراء اللي اليوم اللي حصل ما بين الحكومة العراقية وما بين مملكة السويد إجراء طبيعي، باعتبار من عمل على العمل الذي أقدم عليه هذا الشخص في السويد بحماية سويدية، بترخيص سويدي، بإذن قضائي من السويد، هو عمل غير قانوني غير محترم، الهدف منه إهانة معتقدات المسلمين أو أي معتقد آخر، ولكن هو إهانة، وأيضا إهانة دولة العراق باعتبار أقدم على
حرق العلم العراقي أمام السفارة العراقية في ستوكهولم، وهذا نعتبره عمل مستفز ينافي الأعمال، ينافي حريات المواطنين، ينافي حريات المعتقدات والأديان، وينافي ما وقع عليه كل دول العالم بما يخص الإعلان العام لحقوق الإنسان مادة 18، وتتحدث عن اختيار حرية العبادة والتدين وإلى ما ذلك والحياة السياسية والدينية. أنا نعتقد طيب. أنه على المملكة السويد أن تحذو حذو حقيقي ومحافظ أن حرية الرأي لا تكون بسب وشتم معتقدات الآخرين طيب. ولا تكون بهذه الطريقة. دعني أسأل سيد مايكل في هذه النقطة. سيد مايكل، هل تعيد السويد التفكير في حدود حرية الرأي هذه بحيث لا تصل إلى المس من معتقدات الآخرين؟ لأنها آنئذ وإن كانت في إطار ما تصفه السويد بحرية التعبير قد يفسرها الآخرون بأنها اعتداء وانتهاك لحريتهم. ربما في المستقبل، ولكن ليس كما يأمل بعض الناس. الناس يذكرون أن دول مثل السويد ومنذ القرن 15 أدانت الكفر وأيضا الكاثوليكية، الكنيسة الكاثوليكية، والآن نحن في القرن 21 وهناك جالية إسلامية كبيرة تعيش في السويد، وعلينا أن نعيد التفكير في كيفية خلق مجتمع متناغم ويحترم القيم الديمقراطية. ربما سيكون هناك نقاش يستمر لسنوات، ولكن الأمر لن يتغير في يوم واحد. الناس في الدول الإسكندنافية لديهم تقاليد امتدت عبر قرون، يحترمون فيها الديانات خاصة ديانتنا المسيحية، والأمر يتطلب وقتا في رأيي. إلى أي درجة قد يتطور هذا الملف سيد حسين؟ يعني بالتأكيد احنا دولة، والدولة لديها بعض سؤالي لسيد حسين. سيد مايكل سأعود إليك، تفضل سيد حسين. نعم، بالتأكيد احنا دولة، والدولة لديها خطط دبلوماسية وقنوات دبلوماسية عبرت عنها اليوم بطرد السفيرة السويدية في بغداد. وبأمانة أقول هذا إجراء دبلوماسي، ونحن من الممكن أن يقوم أغلب المواطنين بمقاطعة المنتجات السويدية، الشركات السويدية. نتأمل من بعض الدول العربية، الدول الإسلامية أيضا، القيام بمقاطعة الشركات، باعتبار أن احترام الآخر يأتي من المساس بما يعتقدون به. فلذلك أنا أعتقد أنه الكثير من آليات الضغط وعمليات الضغط التي قد تكون مناسبة لهكذا أفعال هو وضع السويد بمكانة المقصر الحقيقي، لأن العمل الذي أقيم في على أراضيها هو عملية إهانة لدول 52 دولة. الشخص الذي قام بعملية الحرق وعملية الإهانة يقول وهو على الأراضي السويدية، أنا أريد أن أسمع عوائل 52 دولة. أنا أعتقد على الجميع أن يحترم الآخر. مملكة السويد إذا كانت هناك ديمقراطية فلتحترم حرية الآخرين ومعتقداتهم. هل من المعقول أن حرية شخص بما يعتقده هذا بالتعصب الفكري والديني الذي لديه يحاور 52 دولة بهذه الطريقة الفجة؟ الكل يجب أن يراجع سياسته، وهذه السياسة هي سياسة غير صحيحة وغير حقيقية. نعتقد كعراق إننا مقبلون على مقاطعة ما بيننا وبين مملكة السويد، وهذا ما فعلته الحكومة العراقية طيب. اليوم. سيد مايكل، دعني أقتبس إليك من التعريفات المنشورة على المواقع الحكومية السويدية التي تقول بأن حرية التعبير
لا تتقاطع ولا يجب أن تكون ضمن ما يمكن أن يفسر على أنه ارتكاب جرائم كراهية التي تهدف إلى التقليل من الأشخاص أو أي مجموعات أخرى من السكان، والتي أيضا قد تشكل تهديدا للأمن. ألا تجتمع كل هذه العناصر في حادثة إحراق المصحف أكثر من مرة، على الأقل انطلاقا من رد الفعل عليها؟ لماذا في كل مرة كانت السويد تجد الصيغة القانونية، دعنا نقول، أو القضائية التي تسمح لأي شخص بالقيام بفعل مشابه؟ السويد أو الدول مثل السويد لها تقاليد قديمة في إهانة الديانات. قبل 400 سنة البابا، وكانت هناك اتهامات ضد السويد. أيضا السويد وفرت حرية التدين، وهذا جزء من التقدم الديمقراطي. ثانيا، أود أن أشير إلى أن السيد أوميكا ليس مواطنا سويديا، هو مواطن عراقي، ولكنه سعى للجوء في السويد. وهنا في السويد هناك حرية التعبير ونحن نستفيد منها. لا تنسوا، هذا مواطن عراقي كان يحارب مع الحشد الشعبي المدعوم إيرانيا في العراق. أنا أجد من المدهش أنه كان يقاتل بشكل غير مباشر لصالح إيران، وهي دولة إسلامية، وبعدها بسنوات حرق القرآن في السويد. هذا يثير تساؤلات، ما هو دافعه؟ هذا يجعلنا أيضا نطرح تساؤلات أخرى عن الحساسية العراقية في هذه القضية. بقيا معي سيد مايكل وسيد حسين، سأعود إليكما لاستكمال النقاش بعد قليل. مشاهدينا، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي إن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد إجراء أولي اتخذته الحكومة على خلفية تكرار حادثة إهانة المقدسات الإسلامية في ستوكهولم. العوادي أكد للحرة أن هذا الإجراء سيخضع بالتأكيد لدراسة مستفيضة من الحكومة في أن يكون مؤقتا أو دائما. في النهاية، هذا النصف العراقي المعني في العراق، وهو إصرار هذا الشخص كونه يحمل الجنسية العراقية، وأن أيضا يهين شعار الجمهورية العراقية والعلم العراقي، وأن يقوم بهذا الحدث أمام السفارة العراقية، فبالتالي كل مسلم في العالم، كل إنسان راح يسأل ما هو ربط العراق. هذا أيضا يعني يثير مشكلة وحساسية كبيرة جدا. ونددت الولايات المتحدة بشدة بالهجوم على السفارة السويدية في بغداد على خلفية الاحتجاجات. واعتبر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان له أنه بالرغم من أن حرية التجمع السلمي سمة أساسية للديمقراطية، فإنه من غير المقبول عدم تحرك قوات الأمن العراقية لمنع المتظاهرين من اختراق مجمع السفارة السويدية للمرة الثانية وإلحاق الضرر به. ودعا حكومة العراق للوفاء بالتزاماتها الدولية لحماية جميع البعثات الدبلوماسية في العراق من أي اقتحام أو ضرر كما يقتضي القانون الدولي. أعود إلى ضيفي سيد مايكل والسيد حسين. سيد حسين، هل لأن مرتكب الفعل عراقي كانت الحساسية العراقية زائدة، رد الفعل في داخل العراق وتصدر العراق لهذا المشهد، دعنا نقول، كان هو السبب الرئيسي؟ لا، بالتأكيد هو شخص عراقي يسكن محافظة نينوى، مسيحي الجنسية، مسيحي الديانة العفو، معروف، كان لديه عدة اعتقادات. أنا تقدم مريض نفسيا، أتيح له، قدم على طلب إقامة في السويد، السويد رفض الطلب إقامته باعتبار أقدم على أكثر من مرة على أكثر من جريمة، هدد أحد الأشخاص اللي موجودين معه في السكن. هذه الأمور كلها دعته إلى أنه يمتهن أو يحاول امتهان مهنة
حرق القرآن حتى يحاول على الحصول على إقامة بمقابل تهديد حياته بشكل أو بآخر. لو كان عاملها أي أحد آخر راح يكون موقفنا بنفس الطريقة. ولكن السؤال المهم والأهم أنه حرية التعبير بالسويد بهذه الطريقة، ألا يوجد هناك حدود تقف عندها المواثيق والتعهدات الدولية؟ أليس لها اعتبارات؟ لكن داني سيد حسين، أستمر معك في هذه المسألة. يعني حتى وإن كان مرتكب هذه الفعلة عراقي، بغض النظر هل أخذ الأمر أبعادا أو حساسية زائدة بالنسبة لبغداد أم لا، لكن في المقابل لدى بغداد التزامات أخرى، منها ما كانت الإشارة إليه قبل قليل ما يتعلق بحماية مجمع السفارة السويدية. حتى وإن قررت أن تقطع العلاقة فهنالك ألف طريقة لقطع العلاقة والتعبير عن الاحتجاج غير السماح بالاعتداء على مقر السفارة السويدية. السؤال موجه لي. نعم يعني تفضل سيد حسين. نعم، أليس كذلك؟ ألم يكن بمقدور العراق أن تحمي هذه السفارة؟ بالتأكيد نحن ندين أي اعتداء على أي قنصلية، على أي سفارة، على أي بعثة دبلوماسية. والقضاء العراقي أصدر أمرا بتوقيف 20 مطلوب لحد الآن. لم تسمع الحكومة العراقية بإهانة أو التعدي على أي بعثة دبلوماسية، ولكن بالمقابل الطرف الآخر سمح قضائيا بأن يكون هناك اعتداء على العراق، على دولة العراق، حرق العلم العراقي، هذا مساس بدولة العراق، حرق المعتقدات الدينية للمسلمين في دول العالم. احنا من واجبي احترم رأيك، ولكن من واجبك احترام رأيي واحترام دولتي. أليس من المهين أنك تحمي شخصا يهين دولة بأكملها؟ أنا أقول أنت أنك تريد أني أن أحافظ على بعثتك الدبلوماسية داخل العراق، ولا تريد أن تحافظ على مشاعر مواطنين عزل. بأمانة أقولها اليوم احنا اليوم احنا نحمي السفارة ونحمي القنصليات ونحمي البعثات الدبلوماسية، ولكن بالمقابل احترموا مشاعر المسلمين واحترموا آرائهم واحترموا معتقداتهم واحترموا الدول التي لا تتبادل الدبلوماسية. داني سأسأل سيد مايكل، هل هي ورطة بالنسبة لستوكهولم؟ هي من جهة إن رحلت مرتكب هذا الفعل أو أخذت أي إجراء غير ما وصفته قبل قليل بالتقاليد، رغم أنه هذا الفهم للتقاليد يتعارض مع المبدأ الذي يفترض أنه قانوني والذي اقتبست لك منه للتو. يعني هي أصبحت الآن في ورطة لا تستطيع اتخاذ أي إجراء معه، بما في ذلك الترحيل أو عدم السماح له بالقيام بهذا الفعل، وهي في نفس الوقت أيضا في ورطة تتعلق بعلاقات دبلوماسية مع العالم الإسلامي أجمع وليس فقط مع العراق. رأينا اليوم إغلاق عملاق الاتصالات السويدي إريكسون، وهناك دعوات لمقاطعة الشركات السويدية في العراق. الصادرات السويدية حوالي 1.5 مليار كراون سنويا إلى العراق، وهذا ليس بالكثير. أنت لا تتحدث عن العراق وحسب سيد مايكل، سؤالي كان على العالم الإسلامي أجمع، لأن ردة الفعل ليست في العراق وحده. السويد عليها أن تجد حلا دبلوماسيا وسياسيا للمشكلة، وعليها أن تعيد النظر فيما إذا كان حرق القرآن أو الإنجيل أو التوراة هو تعبير شرعي أو مشروع عن حرية التعبير. بصراحة يجب أن يكون هناك نقاش حول حرق الكتب السماوية، نقاش بناء. من الأفضل خوض نقاش
حول هذا. حرق كتاب ليس هو الطريقة المثلى، ولا أعتقد أن موميكا، لا أعتقد أن حافزه كان إهانة الإسلام، وإنما أشكرك. الحصول على اللجوء في السويد. أشكرك من ستوكهولم مايكل أرزنتي، وأعتذر منك ضائقا للوقت، وأشكر سيد حسين عرب النائب البرلماني، كنت معنا من بغداد.